جزاكم الله خيرا. إذا سجدت وأردت القيام، هل أقوم على اليدين أم أضع اليدين على الركبتين؟ وضحوا لي الكيفية الصحيحة جزاكم الله خيرا. هذا يختلف باختلاف الناس، فالذي عنده قوة الأفضل أن يعتمد على ركبتيه في القيام وينهض على صدور قدميه، وأما من لا يستطيع ذلك لمرض أو لكبر أو لإصابة أصابته فلا بأس أن يعتمد على الأرض، أن يعتمد بيديه على الأرض للقيام، لأن هذا أسهل له. نعم.